في آخر صفقات الميركاتو الصيفي لنادي برشلونة، أعلن رسميا تعاقده مع المدافع الإسباني إيريك غارسيا قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر. وأضحى غارسيا ثاني صفقات برشلونة الصيفية بعد التعاقد مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو قادما من المان سيتي كذلك. وأفاد بيان لبرشلونة نشره عبر موقعه الرسمي بأن غارسيا سيوقع عقدا يربطه بالنادي الكتالاني إلى غاية موسم 2025-2026 مع وجود شرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو. ورحل غارسيا عن برشلونة صيف 2017، لكنه لم يحظى بتجربة جيدة في ملعب الاتحاد ولم يشارك باستمرار مع فريق المدرب غوارديولا.